الفلاح والحوثي واصلون انتهاكاتهم في أرحب، والقبيلة تعدها جرائم حرب. وطلاب من الضالع يتظاهرون لمطالبة الحوثيين بإعادة إعمار سكنهم. نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية، حياكم الله. يواصل مسلحو الحوثي انتهاكاتهم بحق أبناء قبيلة أرحب، حيث أقدموا أمس على اجتياح قرية وادي شراع بعد قصفها بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدرعات والمصفحات وتفجير 5 منازل لآل زبيري. كما نهب المسلحون عددا من المنازل والمزارع وممتلكات المواطنين. وقد دان أبناء قبيلة أرحب تلك الانتهاكات التي وصفوها بأنها لم تحدث في أسوأ مراحل تاريخ اليمن، دموية وأشدها عنفا. وأكد البيان الصادر عن أبناء القبيلة على أن تلك الانتهاكات تعد جرائم حرب لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من وجه العدالة. وعد البيان صمت الدولة تواطؤا وتخلي كاملا عن مسؤولياتها في حماية المواطنين وتأمينهم وحفظ ممتلكاتهم. ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام للنزول الميداني إلى مديرية أرحب للاطلاع على حجم الدمار والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بشكل يومي. وأكد أن من تم تفجير بيوتهم من قبل هذه الميليشيات هم من الشخصيات الاجتماعية المعروفة داخل القبيلة وخارجها بالمواقف الوطنية المعتدلة، ولم تستهدفهم هذه الميليشيات إلا بسبب مواقفهم المؤيدة لثورة 11 من فبراير الشعبية السلمية. تظاهر عدد من طلاب محافظة الضالع بصنعاء أمام مقر سكنهم احتجاجا على اقتحام الحوثيين له ونهبه وتفجيره وتدميره. وقال طلاب البالغ عددهم 170 طالبا بأن استمرار تشريدهم عن سكنهم خلق لهم مشكلات كبيرة، وقد يتسبب بتوقف دراستهم كليا كونهم من أصحاب الدخل المحدود ولا يستطيعون توفير مساكن بديلة في ظل هذه الظروف. وناشد الطلاب الحكومة وجماعة الحوثيين سرعة توفير سكن لهم وإعادة كل ما تم نهبه من وثائق وأثاث وأغذية، وقالوا إن السكن لا يتبع أي جهة سياسية بل هو سكن خيري يتلقى دعمه من كل رجال الخير. وكان مسلحو الحوثي قد اقتحموا السكن وتم تفجيره، وهو الذي يقع في منطقة مذبح في سبتمبر الماضي بعد دخول صنعاء، مما أدى إلى تشريد الطلاب، وقالوا إن ذلك أثر على مستواهم الدراسي. مطالبنا فيما يلي: وسرعة إصلاح وترميم سكننا وتمكيننا من العودة إليه في أقرب وقت ممكن. 2- إعادة كل المنهوبات والتعويض عن كل ما تم إتلافه أو فقدانه من ممتلكات أو ممتلكات السكن. 3- سرعة إعادة الشهاد وبقية الوثائق الرسمية وتحمل تبعات كل ما ترتب على إخفاء هذه الوثائق من تأخر بعض الزملاء المتفوقين عن الاستفادة من منحهم الدراسية في الخارج لهذا العام. 4- محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات ورد الاعتبار لنا. ما زالت مسيرات النضال السلمي في أنحاء اليمن تواصل خروجها إلى الشارع مطالبة بإجلاء المظاهر المسلحة من مرافق الدولة والحياة العامة. مخطئ من يظن أن لغة السلاح هي الوسيلة المثلى لإخضاع الشعب وكسر إرادته التواقة للتغيير، فذاك أسلوب همجي قد تجاوزه الشعب اليمني منذ ثورة سبتمبر من العام 62، وظل من حينها النضال السلمي والكلمة الحرة هما القوة الضاربة التي تسيطر على زمام الأمور. وعلى هذا النهج وإيمانا منهم بأنه طريق الوصول إلى دولة مدنية، ما زال اليمنيون يحركون الميادين في كل عواصم المدن اليمنية، يواجهون العنف ويرفضون مظاهر السلاح بسلميتهم. للمطالبة بإطلاق سراح الطلاب وإعادة المنهوبات ورد الاعتبار للجامعة.
كان آخر هذه المطالبات مسيرة أمس بالعاصمة صنعاء، والتي جابت عددا من شوارعها احتجاجا على المظاهر المسلحة التي تمارس العنف والإرهاب وتفتح ذريعة أمام الآخرين للقتل المجاني وسفك الدماء دون وجه حق، مطالبين الدولة وعلى رأسها هادي بإخلاء مدينتهم من هذه الميليشيات مع بسط نفوذ الدولة. اسمي جويرية الفتيحي، خرجت اليوم ومطلبي طرد الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء ومن اليمن كامل. نريد تطهير وتنظيف البلد من العنف والتعصب القبلي والحوثي وغير ذلك. نحن خرجنا هذا اليوم في هذه المسيرة استمرارا لتظاهراتنا واحتجاجاتنا حتى خروج الميليشيات من المدن والعاصمة صنعاء خصوصا، ونطالب الميليشيات بالانسحاب من مؤسسات الدولة، ونطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي بإصدار قرارات عاجلة بخروج الميليشيات وإحلال قوات الأمن والجيش بدلا عنها. ركز ناشطو وشباب المسيرة في أولويات مطالبهم التي تقدموا بها إلى أمانة العاصمة على ضرورة إخلاء حديقة 21 سبتمبر، حديقة الأطفال من جماعة الحوثي المسلحة التي حولتها إلى مخزن لأسلحتها غير المرخصة ومعتقل كبير لتعذيب خصومها. نحن اليوم نؤكد كما أكدنا في المسيرة السابقة بأننا ماضون في سبيل خلاص من الميليشيات، الخلاص من الهيمنة، استعادة مؤسسة الدولة وفي مقدمتها حديقة 11 فبراير. ولكن للأسف حتى الآن لم يتم استلامها من قبل أمانة العاصمة وإعادة الحق للمواطن بأن تكون هذه حديقة للأطفال وللأسر وليست مكانا لتخزين الأسلحة وللاعتقال والتعذيب. فنحن اليوم نطالب أمانة العاصمة بأن تقوم بواجبها وأن تفرض سيادتها على الحديقة وأن تشكل لجنة تقوم بعمل الحديقة وفق خطة مزمنة نستطيع من خلالها أن نتأكد من أننا سنخرج خلال فترة وجيزة فعلا بحديقة للمواطنين في تلك المنطقة. كما أننا نؤكد في هذه المسيرة على رفضنا للتواجد المسلح للميليشيات في أي مدينة من المدن، وخاصة المحاولات اليوم لخوض صراع جديد في تعز وتحويلها إلى مدينة تسيطر عليها الميليشيات بينما هي مدينة الثقافة والمدنية. هكذا أكد المتظاهرون على عزمهم في مواصلة النضال السلمي حتى يتمكنوا من تنظيف مدينتهم من مظاهر العبث وبسط مدنيتهم. نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء عبد الرحمن الحليلي من محاولة اغتيال اليوم الاثنين في محافظة حضرموت. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة استهدفت اللواء الحليلي لكنه نجا من الانفجار. هذا ويرجح أن يكون تنظيم القاعدة هو من يقف وراء العملية التي سبقتها عمليات مماثلة تبناها التنظيم في فترات سابقة. وينشط تنظيم القاعدة في بلدات بمحافظة حضرموت وشن هجمات على مواكب قادة عسكريين في الجيش فضلا عن عمليات اقتحام لمقرات عسكرية وأمنية. أطلق سراح الصحفي والناشط الحقوقي موسى العيزقي رئيس حركة رفض الشبابية اليوم الاثنين بعد عشر ساعات من اختطافه مساء أمس بالقرب من السجن المركزي بإب أثناء عودته من المشاركة في مؤتمر صحفي لإشهار حركة رفض في محافظة تعز. وكانت حركة رفض قد دعت إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم تضامنا مع رئيسها المختطف. وفي سياق متصل، عقدت حركة رفض الشعبية مؤتمرا صحفيا في تعز لإشهار الحركة وأعلنت عن تنسيقية لها بالمحافظة. وتهدف الحركة إلى مناهضة ممارسات الميليشيات وأعمالها الخارجية عن النظام والقانون. وتضم الحركة في صفوفها شبابا ونشطاء حقوقيين وسياسيين من محافظات عدة، وتسعى إلى التصدي للانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة ضد خصومها السياسيين من مختلف مشارح المجتمع.
المجتمع وممارساتها الهادفة إلى تغييب الدولة والعمل خارج القانون. وكشف المشاركون في المؤتمر عن قائمة بالخروقات والانتهاكات التي ارتكبها الحوثي وعمليات السيطرة والسطو على مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية. قال محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة أن مواطنين مارب يرفضون وجود الميليشيات المسلحة من أي جهة كانت، وأكد أنهم في المحافظة يحرصون كل الحرص على أن تبقى مارب بعيدة عن الصراعات دون وجود أي ميليشيات من أي طرف كان، لكون مارب تغذي اليمن بأكمله بالكهرباء والغاز والنفط. وأشار العرادة إلى تركيبة مارب القبلية التي لا تسمح بدخول أي ميليشيات من خارج المحافظة ولا تقبل أي نوع من أنواع الميليشيات، في إشارة ضمنية إلى ميليشيا الحوثيين. شهدت مدينة سيئون فعاليات الملتقى الأول للروبوت والذكاء الاصطناعي المقام تحت شعار نحو دمج الشباب بتكنولوجيا وعلوم الروبوت. نتابع التفاصيل. اختتمت مؤسسة مواهب حضرموت المكلا البرنامج التدريبي الأول من نوعه على مستوى اليمن، إعداد مدرب الروبوت التعليمي EV3. حضره نخبة من المهندسين والمعلمين وممثلي المدارس من محافظات ومديريات مختلفة، حيث أقيمت الدورة بمركز حضرموت للموهوبين بالمكلا فوة، وكانت من إعداد وتقديم المهندس والمدرب المعتمد من الأردن أمين سالم بشعيب. في هذه الدورة تم التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الميكروترونكس، تم أيضا التعرف على إصدارات الروبوت التعليمي. بعد ذلك تطرقنا إلى حقيبة الAV3 وجمع قطع الروبوت فيها وكيفية تصميم الروبوت ومبادئ الميكانيكا. استفدنا من الدورة مجال جديد، طورنا إمكانياتنا فيه ودخلنا في تفاصيل جديدة علينا فيه، في مجال يكاد يكون هو المجال الذي سيطغى في المستقبل. في البداية نحب نشكر مؤسسة مواهب على إتاحة الفرصة لنا في هذه الدورة في الروبوت AV3، وذلك تأهيلنا إن شاء الله نكون إن شاء الله من مدربي المستقبل بإذن الله. نتمنى من مركز حضرموت للموهوبين أن يكرر هذه الدورة وأن يوسع امتدادها للمحافظات الأخرى لكي يستفيد منها الآخرين. نطمح بإذن الله عز وجل أن تكون هذه الدورة انطلاقة لتمكين أبناء هذا الوطن الحبيب من الفوز بأكبر عدد من المسابقات العربية والمسابقات الدولية بإذن الله عز وجل. من هنا انطلق طلاب مركز حضرموت للموهوبين، وقد حقق طلاب المركز الأول في تحدي تتبع الخط في البطولة الوطنية الأولى المقامة بالعاصمة صنعاء، والمركز الأول بتحدي جمع الكرات، والمركز الثالث بتحدي السومو في البطولة العربية السادسة المفتوحة للروبوت المقامة بجمهورية مصر العربية. وكما حقق طلاب المركز الأول في تحدي جمع الكرات في البطولة السابعة المفتوحة للروبوت المقامة بدولة قطر، وها هو اليوم يحتضن مرة أخرى عدة من المدربين في دورة لتدريب مدربي الروبوت التعليمي في آخر إصدار له AV3. محفوظ السعدي، حضرموت المكلا. دعت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الحكومة إلى وضع التدابير الكافية لحماية الكوادر الطبية العاملة بالقطاعين العام والخاص في اليمن. وحذرت النقابة من تزايد حالات الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء والناتجة عن غياب الدولة وانتشار الصراع المسلح والمؤدية إلى هجرة نخب الكفاءة الطبية للوطن. كما طالبت النقابة اليوم خلال وقفتها الاحتجاجية أمام رئاسة الوزراء، وذلك في ظل الذكرى السادسة لحادثة قتل الدكتور درهم القدسي، طالبت الجهات الرسمية القيام بالإجراءات الفاعلة للقبض على قاتل القدسي، وذلك من خلال إصدار مذكرة دولية توجه للأنتربول كون الجاني ما زال طليقا ويحمل الجنسية الأمريكية. حقيقة القطاع الطبي في اليمن يشعر بقلق شديد، لا نشعر أن هناك دولة بمعنى نظام وقانون،
وإنما يعني قائم على الأعراف وعلى القوى. ما تملك أنت من قوة ممكن تدافع عن نفسك، وإن لم كنت تملك قوة ممكن يعتدى عليك في أي مؤسسة صحية. حتى في القطاع الحكومي حقيقة الوضع ربما أسوأ، والكل يشكو. لدينا زملاء معرضين للاعتقال والحبس نتيجة للضغوطات التي يمارسها يعني أقارب بعض الجهات المتنفذة. أذكر في طبيبة في مستشفى الكويت قامت بواجبها، واليوم هي معرضة للاعتقال صباح ومساء وتطلب إلى الأقسام بطريقة مهينة. فهذا يدفع الحقيقة الكادر الطبي في اليمن اليوم هو في فرار من قبل، أما اليوم فالحقيقة نزيف شديد أن معظم الكادر الطبي المؤهل هو يغادر اليمن. نحن الآن نطالب الدولة ممثلة برئيس الجمهورية أولا وبرئاسة الحكومة والحكومة بشكل عام وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجناة، حتى لا تكون قضية استشهاد دكتور درهم وغيره أيضا مجال للمسارحة والمراوحة، بحيث أن القاتل يرتكب جريمته ويمر في الشارع مرور الكرام يشير إليه بالبنان كمان. نبقى الآن مع متفرقات النشرة الاقتصادية. أقرت محافظة إب إرسال عطاءات لبدء التنفيذ لست مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المديريات بتكلفة 383 مليون ريال، وتضمن أيضا مشروع شق وتوسعة وسفلة الطريق بمديرية السدة، كما شملت مشروع مدرسة بالسدة ومشروع شق ورصف طريق بجبلة. صدرت عبر ميناء عدن شحنة من المنتجات الوطنية بلغت 6000 طن ونصف طن من الأسماك والأحياء البحرية والصناعية والزراعية، وتضمنت شحنة نخالة القمح صدرت إلى مصر، في حين صدرت شحنة الأسماك إلى كل من الأردن ولبنان وروسيا والصين. يذكر أن صادرات اليمن من منتجات الأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الصناعية والزراعية والتي صدرت من عدن خلال 11 الشهر الماضية بلغت 7 مليارات. وصل أكثر من 80,000 مهاجر ولاجئ من القرن الإفريقي إلى شواطئ اليمن في العام الجاري، كما قتل 250 شخصا أثناء عبورهم البحر. وقالت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن نيكوليتا جورندانو إن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى اليمن في تنام، ووفياتهم أثناء رحلة الهجرة في تزايد مستمر. وتتكبد اليمن خسائر اقتصادية جمة جراء تراكم وجود مئات الآلاف من اللاجئين. ختام النشرة تذكير بأهم عناوينها. مسلحو الحوثي يواصلون انتهاكاتهم في أرحب، والقبيلة تعدها جرائم حرب. طلاب من الضالع يتظاهرون للمطالبة للحوثيين بإعادة إعمار سكنهم. للمزيد مشاهدينا بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل.net أو التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. نلقاكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.